شوفي قوم، عم يدهولك. عم يدهولي؟ هدول اكيد بدهم يردوا لي على المقترحات اللي اقترحت عليهم. يمرك يوه يوه، جاي جاي. شوف هذا شو عمل في الدوامة؟ هو الطريق بالأساس له، بس نحن دخلنا عليه. يعني احنا غلطانين؟ لا مش غلطانين، هو داخل دوار يسار. تحرك راسك يمين يسار. اطلع. كثير انبسطنا. اه عن جد، اذا بدك كل يوم نطلع. اوكي. في محل بوظه ما فتنا له. بدي اقول لك شيء، بدي فل على البيت. ثانكيو كثير، عن جد عذبتك معي. حياه اختي. رايحه هلا؟ طب ما شربنا شيء، ما عملنا حركات هيك. خليني وصلك على البيت. وصلك؟ ايه، احسن ما تروحي لحالك. حياتك بدك توصلنا على البيت؟ ما اختي وخالتي وجوز خالتي كلهم قاعدين عندي بالبيت. معقول راسك؟ خلص بحكيك، قلت لك بحكيك. اوكي حياتي، باي باي. لا ابو ناصر، لا انا ما بقبل بهذا الحكي. اخي شو هذا؟ انا لازم سافر فورا. انا شيخ شوفيريه الشام، ثلاث مرات ياخذوني ويجيبوني لحتى يعطوني الليسه. زيقتني يا ريال، الله يهديك. انتهت شباب، كل طلبات الزباين اليوم على حساب المحل. ها اسمع يا ابو جاد، تعتبر هالمكان مكانك والبيت بيتك. انت صاحب المكان ونحن ضيوف عندك. ان شاء الله اللي ما توقف عيلك عدل، ساعات ربك كريم. بمعيه الله وبمعيتك يا ابو ناصر. بس قل لي هلا، انا يعني شو لازم اعمل؟ انت ما تسوي شيء، خذها تروح العنوان هذا وربك كريم. لك روح الله يخلي لي اياك يا ابو ناصر. الله وكيلك، ما بعرف كيف بدي ارد لك هالمعروف كله هذا اللي عم تعمله معي. انت تستاهل كل خير، ونحن حاضرين لعيوننا بضايات الشام، والشام كله وسوريا على راسك.